دخل على طول رامي ريزا وتقطع مرة ثانية لحد باجو، باجو ضربة جزاء تصطف في ايد روخاس، فرانسيسكو روخاس تصدم في ايده كرة روبرتو باجيو. شوف اعادة مرة اخرى اهي، شوف اعادة مرة اخرى اهي، وفي اليد واضحة واضحة واضحة، ما يبغى لها كلام، واضحة الكرة ملعوبة في ايد المدافع، المدافع التشيلي فونتيس، بعد ما عدى روبرتو باجيو من روخاس، رونالدو فونتيس يعترض الكرة بيده ويحتسب حكم اللقاء نيجيري لويس. من المنتخب الإيطالي لصالح روبرتو باجيو، كانت في مرمى المنتخب البرازيلي وأحرز بذلك المنتخب البرازيلي هدف، طلعها روبرتو باجيو برا، ما بدي أفاول، ولكن الآن روبرتو باجيو هو وين نيلسون تابيا، ومحاولة وتركيز من روبرتو باجيو، وهدف، هدف التعادل روبرتو باجيو، 2-2، تصبح النتيجة 2-2، وفرحة كبيرة للمشجعين الطليان الموجودين في أرض الملعب. شوف روبرتو باجيو ونيلسون تابيا راح في المكان الصح، ولكن قوة الكرة أحرزت هدفا إيطاليا ثانيا. روبرتو باجيو شوفه بيتقدم وبيسدد على طول على يمين حارس المرمى، نيلسون تابيا محرز الهدف الأول. روبرتو باجيو 31 سنة، 48 مباراة دولية، لعب نادي بولونيا اللي حينتقل لميلان في الموسم القادم، بيحرز هدف التعادل الإيطالي. إذن محاولات